عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور رضا عليوه وكيل وزاره الزراعه باصويت. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم، حضرتك وجميع الساده المستمعين. يا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بك يا فندم. لو حضرتك تكلمنا في البدايه كده بشكل عام عن المعرض وابرز الفعاليات اللي كانت موجوده فيه. اولا بدايه طبعا بنوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللامتناهي طبعا لجميع قطاع الزراعه في مصر، ومع وزير الزراعه ومع اللواء عصام سعد على دعمهم للقطاع الزراعي في مصر عموما وفي اسيوط خاصه. اولا معرض الزراعه ده حضرتك يعني يعتبر النسخه الثالثه ثالث عام على التوالي بيتم فينا في اسيوط. شهد المعرض فعاليات كبيره جدا الحمد لله، اللي كان الهدف منه طبعا عرض فكره ورؤيه وتبادل الافكار والاراء والمعلومات والخبرات الزراعيه بين العاملين في قطاع الزراعه، وكذلك برضه تكريم بعض المميزين من المدير الادارات الزراعيه وبعض العاملين في ديوان المديريه وكذلك المزارعين. وبيحضروا طبعا ايضا الهدف منه ايجاد علاقات تبادليه بين اساتذه الجامعه ومراكز البحوث وبين الشركات العارضه ونقل الافكار الجديده في المجال الزراعي. المعرض حضرتك طبعا كان الهدف يعني منه اساسا ايضا اللي كان فيه سبع مبادرات. الاولى كان نحو التوجه الزراعه العضويه بهدف زياده حجم الصادرات المصريه من المنتجات العضويه. المبادره الثانيه كان بيناقش استخدام الاسمده الحيويه وتقليل الاعتماد على الاسمده الكيماويه وذلك بهدف زياده خصوبه التربه ورفع انتاجيه الفدان من 30 ل 40% وخفض اعداد شكار الاسمده الكيماويه لكل فدان. المبادره الثالثه حضرتك اللي كان بيناقش فيها المعرض تسويق المنتجات الزراعية للفلاح المصري، حيث يعاني بشكل مستمر من مشكلات تسويق منتجاته وليست لديه الآليات أو المعرفة لتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها. فالمعرض ده كان بيغطي المبادرة ديت. بعد كده حضرتك المبادرة الرابعة بالنسبة للمعرض كان عقد ورش لعمل بين التكتلات الزراعية في صعيد مصر. عندنا بين تكتل في تكتل البصل وفي تكتل الرمان في تكتل النباتات الطبية والعطرية. أيضا المبادرة الخامسة طبعا دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من معلومات علمية وفنية وإرشادية طبعا، ومحاولة حل كل ما يواجهونه من مشاكل. طبعا كان في ترتيب جلسات عمل بين العارضين من شركات الأسمدة وعمل بروتوكولات تعاون بين الطرفين. المبادرة السادسة حضرتك إنشاء مشروعات جديدة لشباب الخريجين سواء من كلية الزراعة أو من غير كلية الزراعة، زي مشروعات المشاتل والدواجن وإنتاج البيض ومشروعات الأرانب وتسمين العجول والمواشي ومشروعات دبس الرمان ومستلزمات الإنتاج الحيواني والتجيني. وكان موجود مكتب اتجاهات أصل لدراسات جدوى المشروعات لتقديم دراسة الجدوى للراغبين في عمل أي مشروع. المبادرة الأخرانية حضرتك كانت عن التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية النظيفة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وتقليل الانبعاثات الكربونية. دي كلها كانت المبادرات اللي بيطرحها فكرة المعرض. أيضا أقيم حضرتك على هامش المعرض أكثر من 10 ندوات في اليوم الأول اللي هو كان 22 واليوم الثاني 23، كان بيناقش الاستراتيجيات المستدامة لمكافحة النماتودة، وكان بيحاضر فيها طبعا اساتذه من جامعه الازهر ومن جامعه المنيا واساتذه من الجامعات المصريه ومراكز البحوث. كان عندنا ايضا حضرتك في ندوات بروتوكولات لنجاح زراعه فسائل النخيل البلح. ايضا كان عندنا ندوات عن زيوت النباتات الطبيه والعطريه وفي مستقبل مصر في الزراعه. ايضا كان عندنا من ضمن الندوات والمحاضرات اللي تمت اثر الاقتصاد في دعم التحول للزراعه العضويه، ومحاضرات أخرى عن أحدث التكنولوجيا العالمية لتأسيس المعامل الزراعية والبحثية واقتصاديات الزراعة العضوية بمنتجاتها بديلة للكيماويات. طيب دكتور رضا اسمح لي، يعني حضرتك تحدثت عن المبادرات اللي اشتمل عليها المعرض، من ضمن أهم هذه المبادرات أو الاهتمامات في المعرض هو مشروعات الخريجين زي ما حضرتك ذكرت. من خلال ايه؟ يعني هل من خلال تقديم ندوات دراسات جدوى؟ من خلال ايه بتساعدوا الخريجين؟ حضرتك في بعض الجهات كانت عارضه عامله دراسات جدوى مخصوصه لاي حد عاوز اي مشروع سواء بقى في مجال البساتين، في مجال الانتاج التاجيني، في مجال الانتاج الحيواني، في مجال انتاج المواشي، على اساس
ياخد دراسه الجدوى وهم بيدعموه اساسا فنيا وعلميا وماديا وبيسوقوا له المنتج بتاعه كمان. هايل. سواء للمزارعين او لشباب الخريجين. يعني بيبتدوا معاه من اول خطوه خالص لغايه التسويق، من اول دراسه الجدوى لغايه التسويق. بيبداوا معاه بيقدموا له دراسه الجدوى وازاي حضرتك ان هو يعني يبدا المشروع بدايه من البدايه حتى تسويق المنتج. والتمويل. والتمويل برضو عندنا بعض البنوك الوطنيه في مصر هنا طبعا مش عشان ما نذكرش اسماء كانت بتدعم بفايده صغيره جدا بالنسبه للي يستمتعوا بهذه المشروعات اساسا يعني. برضو الجديد كان في المعرض حضرتك والساده المستمعين والمشاهدين ان الحمد لله النسخه الثالثه السنه دي من المعرض حضر فيه اكتر من 10 محافظات من مصر. السنه اللي فاتت كان فيه 3 محافظات او 4 فقط، كان عندنا من اسيوط ومن المنيا ومن سوهاج ومن الاقصر ومن القنا ومن اسوان ومن الغربيه وناس جايه من اسماعيليه وناس جايه من اسكندريه لما لاقى من نجاح في العام الماضي. وطبعا افتتحوا معالي الوزير اللي هو عصام سعد اللي هو دايما يعني داعم القطاع الزراعي هنا في اسيوط، وقام بتكريم العديد من المزارعين لان هو بيشجع المزارع ودايما يعني في ظهر الجميع في اي مشكله بالنسبه للمزارع بيكون معانا هو اصلا. طبعا اضافه لمعالي وزير الزراعه السيد القصير طبعا بدعمه المستمر بكل ما يحتاجه القطاع الزراعي هنا في اسيوط وعلى مستوى القطاعات الزراعيه على مستوى محافظات مصر كلها اصلا يعني. جميل يا دكتور رضا، ومهم زي ما حضرتك ذكرت ان يكون في تبادل خبرات ما بين المزارعين في المحافظات المختلفه. حضرتك ذكرت انه المعرض في هذه النسخه كان فيه 10 محافظات مشاركه بخلاف النسخه السابقه كانوا 3 محافظات فقط. تبادل خبرات بين المزارعين اللي بيشتغلوا على الارض مهم جدا. هل مثلا في حشره معينه انتشرت في زراعه معينه فبالتالي بيتم تبادل خبرات كيفيه القضاء ومكافحه هذه الحشره، اساليب الري الحديثه، التقليل من استخدام المبيدات طبعا المضره بكل تاكيد للنباتات، كل دي عوامل مهمه جدا انه يتم تبادل خبرات فيها بين المزارعين. شكرا جزيلا دكتور رضا عليوه وكيل وزاره الزراعه باسيوط.